هذه لا بومب اللي كتعمر هذا الباسان. هذا لا بومب ديال جوج الخيط وديال ثلاثه الخيط، كتبقى خدامه ما كتسكتش نهار وليل. السيد هذا كهرب الضوء، كهرب الضوء وخاصه هاد الديبي هذا، يعني ماشي شي حاجه جوال وديبي، يعني ناقص ميز كاع بالنسبه لنا حنايا. هادشي ميز ماشي يعني ماشي هذا هو الديبي اللي خاصو يكون، غير هو راه ما كتسكتش هذه نهار وليل، كتبقى خدامه كتلوح، لا سكتها شي ساعه ولا ساعتين على حسب الاقوال اللي قال لي. ها انتم تشوفوا ها الباصان هو هذا. السلام عليكم سي سعيد، بخير؟ هاني ها التكنيسيان ديالنا سي سعيد هو هذا. ان شاء الله رحنا متجهين مدينه سطات. سي سعيد هذه المنظومه ديال الطاقه الشمسيه ان شاء الله اللي غتركب شحال فيها من بانو؟ 16 بانو ديال 450. اش من مدينه سي سعيد؟ ولاد سعيد ديال سطات. ولاد سعيد ديال سطات. واخا مرحبا، سير سير سي سعيد نشوف. سير الاخوان الالواح ديال الطاقه الشمسيه 450 مات ان جيرماني. مات ان جيرماني ها هما كما كتشوفوا، هما هادو الالواح ان شاء الله اللي غادي نتجهوا بهم لمدينه سطات. حنا دابا راه زينا الماتيريال ديالنا من المحل. ما عندي واحد النقطه، هاد 16 بانو هادي ان شاء الله غادي ديماري بها لا بومب ديال 7 تخيل ونص سيرفاس ديال 3 جات. جات ديال 3 الخيل. واخا سي سعيد عندنا واحد الاشكال بالنسبه للمشاهدين والمتابعين والناس اللي باغيين يركبوا المنظومه ديال الطاقه الشمسيه. سي سعيد تقول لنا اشنو اللي كدير مع الناس؟ واش كتمشي عندهم لتما ولي واحد الدراسه وكدير لهم دوفي ديالهم ومن بعد كتشد من عندهم تسبيق، ولا اشنو كدير في هاد الحوايج هادو؟ كيتصلوا بنا الناس هي عبر القناه خليفه الغزالي. كاين الناس اللي كان يعني كنتاجوا عندهم حتى الارض تاعهم، وكاين الناس اللي على التليفون. انتم كيف ما كتشوفوا هاد السيد عنده ثلاثه لي طابلو، ها انتم حتى حاجه ما منظمه ما مقاده حتى شي حاجه. ها انتم شوفوا الخدمه كي دايره تبارك الله. ها انتم ها الطابلوات، الطابلوات دابا اللي مخدمين ليه لا بومب ديال ثلاثه الخيل ولا بومب ديال جوج الخيل ولا بومب ديال سبعه الخيل ونص. هاي هاد تسير فاصل. ها انتم هادو هاي خدامه تالو شو. ها انتم هادي خدامة، هادي تاهي هي خدامة، يعني خدامة ديال جوج الخيل وديال ثلاثة الخيل. الإنسان باش يدير خدمة متقونة ويقاد الأمور ديالو ويلصقات شي كل حاجة بلاصتها، هانتوما كتشوفوا. إن شاء الله دابا حنا وريناكم أشنو كاين، ومن بعد إن شاء الله غادي تشوفوا الفرق اللي كاين والنتيجة كيفاش دايرة، وديك الساعة هانتوما اللي غادي تحكموا علينا. وشكرا. ها الباصان هو هذا، ولكن من اللي كيخدم البومبا ديال سبعة الخيل ديال السيرفاس راه بحال لا ما كان حتى حاجه كتصوطع في هادشي كامل ملي تيبدا السقي. ودابا مع الحراره هاد الموجالي السيد الماء خاصو، غير خاصو الماء بزاف، وقال لك الضوء قتلني. ها انتوما هادي الضيعه تاعو، الضيعه الفلاحيه فيها انتما دير كل حاجه وصافي. ها القزبر، راه الزيتون، الفاصه، كلشي، نورت الشمس، كلشي كلشي كاين هنايا. المهم ان شاء الله حنا من بعد ما غادي نانصالو لي المنظومه ديالنا ديال الطاقه الشمسيه اللي هي كتكون من 16 بانو باش تخدم ليه لا بومب ديال السيرفاس ديال 7 الخيل ونص، وغتخدم ليه بومبا ديال جوج الخيل وديال ثلاثة الخيل في آن واحد. إن شاء الله المنظومة تاعنا هاي في طور إنجاز، وإن شاء الله غتبقاو معنا من بعد ما غادي نساليو المنظومة، وإن شاء الله غادي تشوفوا الخدمة كيف دايرة والنتيجة إن شاء الله بإذن الله. الإخوان كما كنقولوا دائما في جميع الفيديوهات ديال قناة خليفة الغزالي، بالنسبة لانستالاسيون ديال هاد المنظومة ديال الطاقة الشمسية وكيفية التركيب ديالها، راه عندي فيديوهات في القناة كيفاش تركب هاد المنظومة وكيفاش تقوم بالتلحيم ديالها.
هذه أول حاجة. ثانيا الإخوان، حنا ما كنخبيو عليكم والو بالنسبة للتكلفة وبالنسبة للأثمنة، راه كاينين الأثمنة والتكلفة ديال المنظومات في فيديوهات في القناة ديال المنظومات ديال الطاقة الشمسية، بادية من 1.5 حصان حتى 30 حصان، فيهم جميع التفاصيل، الأثمنة ديال الألواح ديال الطاقة الشمسية والأثمنة ديال الفارياتور، يعني كنذكروا الأثمنة ديال المنظومة ديال الطاقة الشمسية. بالنسبة للناس اللي مهتمين وبغى يركبوا أنظمة الطاقة الشمسية، فراه الأرقام ديال الهواتف كاينين في صندوق الوصف، يمكن لكم تتصلوا بالأخ سعيد هو ياخذ معكم رونديفو، أو لما مثلا يجي عندكم لعين المكان يدير لكم واحد الدراسة بالمجان. هذه الدراسة هذه راه كدار على الأقل ب 10,000 ريال حتى 20,000 ريال، حنا كنديروها بالمجان وكنشوفوا المنظومة اللي تصلح لك وتخدم لك البلاد ديالك، يعني شحال عندك من هكتار والبير فيه شحال من شحال ديال العمق وشحال فيه ديال الماء وشحال فيه خاوية، يعني الحساب ديال المنظومة ديال التكلفة. ضروري خاصك تشوف العمق ديال البير وتشوف اشنو هي المدخل اللي غتصلح لك في البلاد ديالك او لا المكان ديال الباسان اللي كيكون فيه الباسان باش تعمرو باش دير به السقي ديال الكوتاكوت. وحنا كننصحوا الناس اللي عندهم اراضي كبيره يحاولوا يديروا الباسان باش يحافظوا على الفرشه المائيه، لان هاد السنوات ديال الجفاف راه الفرشه المائيه نقصات، وحنا كنحاولوا ما امكن ننبهوا الناس وننصحوهم باش يديروا السقي بالكوتاكوت. الإخوان طولت عليكم، 8 دقائق كافية إن شاء الله في الفيديو القادم، تتم ديال الفيديو. تابعونا في الفيديو القادم إن شاء الله، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة باش تشجعونا ونحاولوا نرفعوا فيديوهات على هذه القناة باش يستفيد الكل. Shut up.